سوق. كم سوق لعب رقم 23 وهو التبديل الثاني لفريق مهان في هذا اللقاء وفي شوط المباراة الأول. فرصات تدخل من 18 محاولة رأسية إلى فادلي، فادلي في حالة بالرأس وهدف، وهدف الأول، الهدف الأول للنصر، الهدف الأول للنصر ملعوبة، كرة جميلة من خطأ نبض بين إبراهيم ماطر، ومحاولة رأسية والأفضلية نصراوية مع الدقيقة 35. كرة ملعوبة نصراوية وفهد الهريفي، فهد الهريفي وتستاهل 100 وصفة. فهد الهريفي وكرة نصراوية من خطأ نفذ من إبراهيم ماطر، والمحاولة كانت من هذه عادة مرة أخرى يشوفوا إبراهيم ماطر، وكان محسن الجمعان الكبرى يلزق كرة جميلة إلى فهد الهريفي اللي استغل أيضا خروج حارس المرمى الكوري كيم لي سوب وإلى قلب المرمى الكوري، والهدف الأول لصالح النصر يعطي الأفضلية للنصر في لقاء الذهاب الآسيوي. هذه عادة مرة أخرى فهد الهريفي، وكان تقدم قاطع من حارس المرمى الكوري كيم لي سوب، والهدف الأول لصالح النصر. وهذا الكوري محاولة مرور من العمق لصالح فريق الكوري من المرعوبة، الكرة تسديدة وهدف التعادل، تسديدة وهدف التعادل، اللاعب الكوري يونغ يونغ جون مع بيحاول الجنوب يمر تقل هم قسى في الفؤاد قد رسى، إنما العزم طبيب للأسى، هاجر الحزن وراح وطوى ليل الجراح، إن آمالي كإشراق الصباح. بالطبع هذه كرة خطيرة من مرمى الجول.